مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من قاموس السياسة. اليوم سنحاول تسليط الضوء على مفهوم ديمقراطية الرأي. ماذا نقصد بديمقراطية الرأي؟ الآثار ومفهومها. لتسليط الضوء على هذا المفهوم معنا هنا في الاستوديو الأستاذ حاتم مراد، أستاذ علوم سياسية بكلية العلوم القانونية بتونس. مرحبا بك. مرحبا بك. بداية، ديمقراطية الرأي تساوي حرية الرأي ولا كل حاجة في بلاصتها؟ تساوي حرية الرأي. معناتها ما تنجم ديمقراطية الرأي، معناتها المفعول بتاعها ما تنجم تكون كان في إطار معناتها ديمقراطي. علاش ديما نسمع بحرية الرأي؟ أنا أول مرة نسمع بمفهوم هذا ديمقراطية الرأي، شنو معناتها؟ ديمقراطية الرأي باش نفهموها يلزمنا ننطلقوا من الديمقراطية التمثيلية. الديمقراطية التمثيلية شنو هي؟ الديمقراطية التمثيلية قائمة على مبدأ الانتخاب، أي انتخاب ممثلين الشعب، ممثلين نجم يكونوا النواب، نجم يكونوا رئيس الجمهورية، لكن قائم على مبدأ انتخاب الممثلين من طرف الشعب بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة حسب الدول، وقائمة كذلك على مبدأ حق التصويت. والسؤال الذي يطرح نفسه، احنا نعرفوا أن الانتخابات معناتها تصير كل 5 سنوات، كل 6 سنوات أو كل 7 سنوات حسب ترتيب الدول. والسؤال اللي يطرح نفسه، ما هو دور المواطن ما بين الانتخابات؟ دور المواطن هو باش يشارك في الحياة السياسية وأن يضغط على السلطة بصفة دائمة وبصفة مستمرة، أو أن يبقى مكتوفي الأيدي لمدة 5 ولا 6 سنوات في انتظار الانتخابات القادمة. معناتها المواطن هو المواطن اللي يشارك في السلطة كل 5 سنوات وقت يصوت في الانتخابات التشريعية أو في الانتخابات الرئاسية، أو يلزم المواطن هذا يأثر بصفة مستمرة على الحياة السياسية. يعني معناها باش نبسطوا، إما المواطن يصوت ويسكت كما كان صاير قبل حتى الانتخابات جاية نرجعوا له ونقولوا له يا وينك وكذا ونعاودوا ننزلوا للتصويت، ولا حتى كما يمشي يصوت في بلاصته، او يشارك حتى ولا يصوت ويقعد ياثر. يصوت وهنا يكون معناتها نصوت لك اما نتبعك على الاقل نراقبك وناثر عليك وباقي راني موجود. معناتها هذاك الحياه السياسيه هي في الواقع لا تقتصر على انتخاب ممثلين الامه مرة كل سنوات، لكن بقدر ما يكون مجال الديمقراطية التمثيلية محدد ومقيد بالإجراءات وبالمؤسسات، بقدر ما يكون مجال ديمقراطية الرأي واسع غير مقيد غير شكلي وغير مؤثر. أنت بالنسبة لمفهوم ديمقراطية الرأي، عندما نشير إلى ديمقراطية الرأي نقصد بمصطلح الرأي العام. الرأي العام هو اللي يضغط، ومفهوم الرأي العام هو مفهوم غامض. صحيح مفهوم غامض يصعب تعريفه في الحقيقة بدقة، ونعرف أن الأنظمة البرلمانية معناتها يقال في شأنها أنها أنظمة قائمة على حكومة الرأي أو على الرأي العام. حكومة الرأي إيش معناتها؟ معناتها في صورة عدم تطابق آراء وقرارات الممثلين مع اتجاهات الرأي العام، شنو يقع؟ شنو ينجر عن ذلك؟ ينجر عن ذلك أما سقوط الحكومة أو حل البرلمان. علاش؟ خاطر معناتها الوزير الأول في الأنظمة البرلمانية وقت يرى ثم عدم تطابق الأغلبية البرلمانية مع أغلبية الشارع أي الرأي العام، إيش يعمل؟ يحل البرلمان على لإعداد انتخابات جديدة، انتخابات برلمانية معناتها من شأنها باش ترجع التطابق بين الرأي العام وبين الأغلبية. هذه معناتها المقصود بديمقراطية الرأي أو بحكومة الرأي. كيف يمكن أن نعرف بديمقراطية الرأي؟ ديمقراطية الرأي هنا نجم نعتمد على مفاهيم معناتها أو مصطلحات قريبة من مصطلح ديمقراطية الرأي. مثلا ديمقراطية الرأي ليست بالديمقراطية المباشرة. ماهيش ديمقراطية المباشرة. في إطار الديمقراطية المباشرة معناتها يمارس المواطنون السلطة بدون وسطاء.
بصفه مباشره، يصادقوا على القوانين كما في اثينا قبل ولا كما في روما، الديمقراطيه المباشره، يجتمعوا في الفورام ويصادقوا على القوانين، يعينوا السفراء، معناتها يصادقوا على الميزانيه الى اخره. لكن في ديمقراطيه الراي، الراي يمارس السلطه عن طريق وسطاء، عن طريق ممثلين، الجمعيات، النخب، المناضلون، الصحف، وهنا الراي يكتفي بالضغط. الراي العام يضغط على السلطة ولا يتصرف مباشرة كما في الديمقراطية المباشرة. معناه يتصرف عن طريق يا إما عن طريق المجتمع المدني، عن طريق المجتمع المدني، عن طريق الجمعيات، عن طريق المظاهرات، الاعتصامات، فهمت؟ الأحزاب لا، وحتى الأحزاب، حتى الأحزاب معناتها وقت الأحزاب تنشط في إطار المجتمع المدني مش في إطار البرلمان، معناتها مش في إطار الديمقراطية التمثيلية، في إطار ديمقراطية الرأي. هذه معناتها المفهوم الاول. المفهوم الثاني، ديمقراطيه الراي، الراي ليست بديمقراطيه المشاركه، ما اطلق عليه بالفرنسيه لا ديموكراسي بارتيسيباتيف. ديمقراطيه المشاركه هو مبدا تنظيم سير المؤسسات السياسيه والاداريه، يهدف الى تشريك المواطنين، المجموعات، الجمعيات وممثليهم في اتخاذ القرارات. يتم إطار قانوني يمكن المواطن من تشريك السلطة في القرارات. بينما في ديمقراطية الرأي لا مبرر لتلك التنظيم، فهمت؟ لأن ديمقراطية الرأي عفوية تلقائية، مش غير شكلية، غير شكلية، غير مؤطرة، فهمت؟ وهنا مبدأ الحوار العام بين الحكام والمحكومين يتم عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق الصحف، عن طريق صبر الاراء اللي معناتها عنده، معناتها هذه عمليه معناتها وسيله عندها اثار كبيره في ديمقراطيه الراي، عن طريق الشارع، عن طريق الاعتصامات، المظاهرات. ديمقراطيه الراي كذلك لا تعني ديمقراطيه صبر الاراء. نقولوا لا ديموكراسي سونداجير. نعرفوا ان ديمقراطيه الراي وقتاش ظهرت معناتها بجلاء، وقت اللي ولاو يستعملوا في الديمقراطيات ب معناتها صبر الاراء، ولاو كل يوم على الاقل قرار، كل ما يتعين وزير اول، كل ما يتعين رئيس جمهوريه نعملوا عمليه صبر الاراء، كل ما نعرفوا اللي باش يصدر قانون معناتها في المجال هذاك نعملوا عمليه صبر الاراء باش نعرفوا شنو هما اتجاهات المواطنين، ولا حتى قبل معناتها استصدار قانون، ولا قبل حتى وضع قانون، معناتها يتم اعداد عمليه صب القرار باش الحكومه تعرف ما هي الاثار المترتبه على القوانين اللي تحب تصادق عليها. عمليه صب القرار، السونداج دوبينيون، هو بعد من ابعاد ديمقراطيه الراي، باعتبار ان القياس العلمي، خاطر يتم معناتها قياس الآراء بصفة علمية، ثم إيشونتيوناج، يكلموا 2000 10000 معناتها من فئات مختلفة، من أعمار مختلفة، فهمت؟ ويعملوا أون سانتيز نتاع لوبينيون، بالتالي ثم قياس علمي للرأي، معناتها يبين الاتجاه الحقيقي للرأي. وهذا معناتها عملية صبر الآراء معناتها من شأنها باش تدعم ديمقراطية الرأي، فهمتوا؟ خاطر الرأي يتم تدقيقه معناتها، يتم حصره معناتها بدقة بصفة علمية. نعرفوا معناها فين اتجاه المجتمع، يعني المجتمع فين الاتجاه الصحيح، الرأي العام اتجاه صحيح به. وديمقراطية الرأي كما قلنا، كما أشرنا إلى ذلك في البداية، تختلف عن الديمقراطية التمثيلية. هي ترتكز على الديمقراطية التمثيلية بطبيعة الحال، لكن تجاوزها على خاطر ثم نموذج الديمقراطية. شنو هو النموذج هذايا؟ إضافة إلى الديمقراطية التمثيلية، لابد من سد الفراغ بين الحكام والمحكومين، معناتها في فترة ما بين الانتخابات. لابد سد الفراغ، إذا نقربوا الحكام بالمحكومين عن طريق الرأي، عن طريق الرأي. وقت أنت تتمتع بحرية الرأي، وكي تعبر عن الرأي نتاعك، وعندك حق التظاهر، وعندك معناتها من حقك باش تعتصم وباش تنشر الاراء نتاعك في الصحافه، هذا من شانه باش يقرب الحكام من المحكومين، معناتها في فتره ما بين الانتخابات. وبالتالي التعريف الكامل اللي نجموا نعملوه لديمقراطيه الراي، معناتها باش نحوصلوا اللي قلناه،
نجم نقول ديمقراطية الرأي هي مجموع علاقات غير شكلية، غير مؤطرة، غير مؤطرة بإجراءات وبمؤسسات بين الحكام والمحكومين، مجموع علاقات بين الحكام والمحكومين قائمة على اتجاهات الرأي، الرأي العام، قائمة على الأشهار، على الحوار العام في فضاءات سياسية، قائمة على معناتها تنشيط الحياة السياسية عبر الآراء المنشورة في الصحافة في وسائل الإعلام والتي يتم معناتها قياسها في عمليات صبر الآراء. هذه معناتها التعريف الكامل. وكان نحكيه على أهمية ديمقراطية الرأي، شنو أهميتها في المجتمع؟ الأهمية في المجتمع هي كما قلت لك معناتها يلزمها معناتها في وقت نخرجوا من الانتخابات، تصير اليوم انتخابات تشريعية، به المواطن يتمتع بحق التصويت، لكن المشاركة السياسية للمواطن لا تقتصر على اختيار ممثليه كل 5 سنوات، لكن إضافة إلى ذلك أو في فترة ما بين الانتخابات معناتها لابد للمواطن أن يؤثر على الحياة السياسية بجميع الطرق معناتها المتوفرة ليه، معناتها الصحافة، الآراء، انترنت، فيسبوك، الاعتصامات، معناتها هذه كلها بشي يقرب النية شنو؟ بشي يقرب الحكام من المحكومين. وهذا صار في تونس في المدة الأخيرة، وهذا توا صاير في تونس، على خطر في تونس توا ولت عنا ديمقراطية الرأي. علاش ولت عنا ديمقراطية الرأي؟ نعرفوا اللي في تونس توا ما ثماش ديمقراطية تمثيلية. علاش؟ ما ثم حتى سلطة سياسية تتمتع بشرعية أو تخضع إلى شروط التمثيلية باعتبار اللي ما صارتش انتخابات. تم إلغاء الدستور، تم إلغاء البرلمان، والبرلمان متاعنا نعرفوا اللي كان فقد المصداقية متاعه، وبالتالي هنية الديمقراطية السائدة في تونس في الوقت الراهن هي ديمقراطية الرأي. شو نشوفه في تونس اليوم؟ ما عندناش برلمان، ما عندناش رئيس جمهورية منتخب، زاد نجم الشارع يولي هو اللي يقرر في ديمقراطية الرأي ولا الشارع؟ الشارع في الفترة الأخيرة بدينا نحكي على ديكتاتورية الشارع. من حقه باش يأثر ومن حقه باش يعطي رأيه على القرارات، هذه من طبيعة الديمقراطية. الديمقراطية فيها انتخابات الممثلين، الانتخابات تتم في وقتها، لكن توفى الانتخابات مش معناتها المواطن باش يمشي على روحه وباش ممثلين الأمة باش يتصرفوا كما يحبوا في مخص القرارات اللي تخص المواطن بيده وتخص المصلحة العامة. وبالتالي المواطن معناتها يبقى ديما عنده رأي في مخص المصلحة العامة، في مخص طبيعة القوانين، في مخص لكن فما شكون يحكي مضمون القوانين. على طريقة إبداء الرأي، يعني فما الإشكال مش في حرية الرأي، هي كما تحكي أنت مهمة جدا ومطلوبة، ولكن في طريقة في تونس كي صار فما طريقة كيفاش تبدي رأيك بطبيعة. فما ناس قالت فما حتى وصلت نوع من التجاوزات كما ما يسمى بديجاج، يعني أي مسؤول أنا ما يعجبنيش نبدي رأيي فيه ونقولوا ديجاج. تم تجاوزات. شوف ما ننساوش، يعني كيفاش باش ما نخرجوش، ما هي الحدود بين الديمقراطية الرأي والتجاوزات؟ باهي، تم تجاوزات. ما ننساوش اللي التجاوزات هذيا نتاع الشارع هي اللي أدت معناتها هروب بن علي. هذيك لكن في فترة، خطر كنا في فترة معناتها اللي ما كانتش فيها ديمقراطية وكان نظام طاغي. لكن بالنسبة لليوم ما زالت ما ثماش برلمان يمثل الشعب، ما زال ما ثماش رئيس جمهورية منتخب. ش عنا الرأي، عنا الرأي العام، عنا الضغط متاع الرأي العام. وتوا بعد الثورة بطبيعة الحال اللي بشتقع تجاوزات في كل الدول، وبعد كل ثورة لازم بشتقع تجاوزات، لكن بشوية بشوية حتى نلقاو لروبير متاعنا. وقت المواطن، وقت المجتمع المدني يلقى لروبير متاعه، وقتها بشيقع تأثير حتى الرأي العام معناتها بصفة نسبية معناتها، ويستانسوا ويتعلموا الديمقراطية، ثم أبرونتيساج معناتها يتعلموا الديمقراطية. أما في تونس توا معناتها في الفترة هذه، في غياب معناتها انتخابات تشريعية أو في غياب انتخاب رئيس جمهورية، شنو الديمقراطية الموجودة في الوقت الحاضر؟ هي ديمقراطية الرأي، وكان نفتخروا بها. علاش؟ خاطر لأول مرة عندنا مجتمع مدني مستقل، لأول مرة عندنا حرية التعبير، وحرية التعبير جابت لنا المجتمع المدني المستقل عن كل السلطات، وجابت لنا الرأي عام.
الرأي العام اللي توا ولاو معناتها نعملوا في صبر الآراء كل يوم، خاطر نعرفوا اللي ثم مجتمع مدني معناتها بإمكانه باش يصرح عن آراءه معناتها بكل حرية، وكان نفتخروا بهذا احنا. الدول العربية كلهم توا يفتخروا معناتها باللي صاير في تونس، وحتى في أوروبا معناتها يفتخروا بالشباب نتاعنا وبالطبقة الوسطى نتاع تونس اللي معناتها أثرت على 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 نظام بن علي واللي جابت الديمقراطية. وبالتالي الشارع في تونس توا نجم نقولوا أن ديمقراطية الرأي هي السيدة، ونجم نقولوا اللي عن طريق فيسبوك ديمقراطية الرأي أقالت بن علي. صحيح صحيح. به توا نشوف في بعض الدول الغربية كنا نشوف قبل اللي انت توا سميته بديمقراطية الرأي يأثر حتى على الفاعلين السياسيين، يأثر حتى على اسقاط حكومة، يأثر حتى على رئيس دولة، حتى في اتخاذ قرارات هامة داخلية وخارجية. صحيح. انا الى اي مدى يمكن الحديث على تأثير او اثار ديمقراطية الرأي؟ التأثير هو على خطر الطبقة السياسية كلها، سواء كان معناتها في الحكومة، سواء كان معناتها الحزب او في الحكومة او في المعارضة، ولو يتأثروا بعملية صبر الآراء مثلا. عملية صبر الآراء تأثر على الرجال معناتها على الفاعل السياسي الأكتور بوليتيك، على خاطر ولا معناتها قبل ما ياخذ قرار لابد ان يشوف السونداج دوبينيون شنو يقول، شنو يخمم المواطن التونسي. المواطن التونسي مثلا اليوم عملية صبر الآراء الأخرى قال اللي مثلا الهاجس نتاعو الاول توا على مستوى 70% هو الامن، استتباب الامن، الاستقرار السياسي، وقالها الوزير الاول سي الباجي قايد سبسي كالنهار، معناتها قال اغزر كيفاش المواطن التونسي معناتها يحب على الامن، وانا بيدي معناتها نامن بالامن. وهذايا كلهم ولاو معناتها يعتمدوا على نتائج عمليه صبر الاراء، وهذه ديمقراطيه الراي. وقت يتكلم هكا سي الباجي قايد السبسي الوزير الاول، اي هو معناتها يخضع لشروط ديمقراطيه الراي، ويعرف هذا، ويعرف اللي في الديمقراطيه لابد ان ناخذ بعين الاعتبار معناتها اتجاهات الراي. مش على خاطر مش على خاطر المواطن صوت عليك اليوم وانت تتمتع بالاغلبيه، والا عنده ثقه في الكفاءه نتاعك، معناتها انت يزمك تتصرف كما تحب، فهمت؟ يزمك تاخذ القرار كما تحب انت. لا، ثم راي، يعني حتى ثم راي باقي هنيه معناتها يحاسبك ويعطي رايه ويقول لك القرار هذا معناتها صائب ولا مش صائب، وهذا نفتخروا به احنا اليوم. يعني حتى خطط الحكومه وطرق عملها ولات تخضع لديمقراطيه الراي. بطبيعه الحال ديمقراطيه الراي معناتها تاثر على الحياه السياسيه. شوف نعطيك مثال معناتها بسيط. في امريكا في عام 1974 نعرفوا اللي شو اسمه الرئيس ريشارد نيكسون معناتها ارتكب جريمه اللي هي الخيانه العظمى، تسلط الخيانه العظمى، وهذا جاب معناتها قضيه واترغيت. قضيه واترغيت اللي كانوا باش يحاكموه معناتها على المستوى الجنائي، وكانوا باش معناتها يلتجئوا الى اجراء الامبيتشمنت اللي هو معناتها مساله جنائيه مش سياسيه، وأدى ذلك إلى معناتها استقالة رئيس نيكسون. علاش؟ على خاطر هو استقال على خاطر الرأي العام كان ما يساندوش. الرأي العام كان معناتها ما يشطرش رأي أو التصرف رئيس الجمهورية وما كانش يساندو. بينما في قضية كلينتون في 98 و99 قضية التحرش الجنسي متاع كلينتون، كلينتون ما استقالش، وكان زادة باش يعديوها على الامبيتشمنت معناتها الخيانه العظمى، لكن وقع تفادي اجراء الامبيتشمنت على خاطر الراي العام الامريكي كان مساند تماما لكلينتون. وشفنا زاد الراي العام، وبالتالي بقى في منصبه كلينتون. شفنا زاد الراي العام الامريكي في الحرب الامريكيه على فيتنام، يعني شفناها بطريقه أيوة. جلية جدا. صحيح صحيح. من بين الأسباب اللي تراجعت أمريكا في حرب فيتنام هي تأثير الرأي العام في الكليات وفي في الجماعات وفي الأحزاب وفي عند الطلبة خاصة، فهمت؟ إذا هذا مفهوم أول مرة معناها نطرقوا إليه. قلنا قبل حرية الرأي،
تو ديمقراطية الرأي مفهوم جديد وبدينا نشوفه فيه في المجتمع التونسي صحيح يعني عن طريق تظاهرات والاعتصامات والمطالبة والمطالبات المتعددة للحكومة المؤقتة الحالية. أستاذ حاتم مراد شكرا لك على هذه التوضيحات ومشاهدينا نبقى مع بقية الأحزاب السياسية مع الدكتور عبد القادر جديدي فابقوا معنا.